Donc, bonjour tout le monde. Ce que nous avons la diffraction des rayons X. Donc, fait inchallah, on les facteurs de structure. Donc, les facteurs de structure, la diffraction des rayons X. Donc, nous avons la diffraction des rayons X. Donc, les plans HKL, les qui connaissent le système cristallin, qui connaissent مثلا على هذا الشكل يعني اون باراليل هذا كيتسمى لو بلون اش كا ال اش كا ال تا هو اش كا ال دونك تشاك بلون كيكون فيه لي زاتون عندهم واحد لو فيكتور دو باز اللي كيخليهم منتظمين ولو غايون اكس كان عندنا في الحصه اللي فاتت كنا كيجي واحد الغايون هاز معاه واحد لونغور دوند دونك ار اكس دونك هاد الغايون اكس هاز معاه واحد لا لونغور دوند اللي كتكون عندك دوني في ليكزيرسيس كتكون لينيتي ديالها اون امسترون كتجي كضرب ليا في هاد لو بلون مثلا اش كا ال 1 بواحد لونغل دو براغ اللي سميتها تيتا ومني كتضرب ليا في هاد لو بلون كدير ديفراكسيون دونك شكون اللي كيخلي هاد الغايون اكس هذا يدير لي هاد الديفراكسيون دونك هو لو فاكتور دو ستركتور اللي عنده علاقه مع لي كوردوني ريدويز ديال لو سيستيم كريستال من بعد غنشوفو هنا شنو هي لا غولاسيون ديال هاد لو فاكتور دو ستركتور دونك ملي كنقول ان هاد لو بلون كيجي كيضرب ليا يعني هاد الغايون كيضرب ليا فهاد لو بلون وكيدير ديفراكسيون اش كتعني هادي كتعني ان لو فاكتور دو ستركتور ديالو يعني اف اش كا ال كيفاش دايره ديفيرون مع من مع زيرو دونك اوكا نديرو واحد لانتروديكسيون على هاد لي فاكتور دو ستركتور دونك بينهم عندهم علاقه مع هاد لا لوا دو باغ لا لوا دو باغ راه كتعرفوا ان كاين عندي في لا ديفراكسيون دو غايون اكس شو شفنا ان لا لوا دو باغ اش كيقول ليا دونك لا لوا دو باغ دونك قال ليا هو جوج دي اش كا ال سينوس تيتا ايغال ان فوا لاندا دونك هذا هو لو دو باغ غالبا كيبقى يلعب لك في لي زونغل تيتا اللي كيكونوا في لو سبيكتر دو ديفراكسيون دي غايون اكس دونك هاد لاندا كتكون ديما معطيه ليا في ليكزيرسيس دونك الدي اش كا ال انت اللي كدير ليها الكالكول يعني كتقلب عليها شحال كتساوي وكتجبد بزاف ديال دي اش كا ال اون فونكسيون مع من اون فونكسيون مع تيتا من بعد من هاد لا غولاسيون راه كنعرفو بها بزاف ديال الحوايج كنعرفو بها لي مود غيزو اكسيتيرا اكسيتيرا دونك حنا شكون اللي خلى ليا قلنا هاد لو غايون يضرب ليا فهاد لو بلون اش كي ال ويدير ليا ديفراكسيون دونك اللي خلى ليا هاد لو بلون يدير ديفراكسيون هو هاد لا بارتي هادي اللي غنشوفوها جديده اللي سميتها لي فاكتور دو ستركتور يعني انا ملي كيضرب ويرجع كنعنيو ان الاف اش كي ال ديفيرون مع من مع زيرو دونك لي فاكتور دو ستركتور يعني من لو نون ديال هاد البارتي هادي كنعنيو بها اننا غناقشوها في من في لي ستركتور كريستالا دونك لي ستركتور كريستالا يقدر يكونوا حتى هما على شكل مود غيزو يقدر يكون على شكل ستركتور كريستالا بحال ان اس ال سي اس ال زد ان اس اكسيتيرا يقدر يكونوا في هذا في لي زيليمون دو سيميتري لي زاكس لي بلون دونك هادو كاملين غيناقشهم ليا هاد لابارتي اللي سميتها الفاكتور دو ستركتور دونك ندوزو دابا لباج 2 غنشوفو شنو هو هاد الفاكتور دو ستركتور يعني شنو هي لا غولاسيون ديالو وكيفاش كنخدم بها في هاد لي ستركتور كريستالا او في لي مود غيزو اكسيتيرا اكسيتيرا كنعاودو نديرو فاكتور دو ستركتور دونك لو فاكتور دو ستركتور عندو واحد لا غولاسيون اللي هي اش كيقول ليا الكور كيقول ليا ان الاف اش كا ال اللي هو الفاكتور دو ستركتور اش كيساوي ليا كيساوي اف يعني لا سوم دونك هادي لا سوم ديال واحد الفاكتور اللي كيتسمى الفاكتور دو ديفيزيون اتوميك يعني اف دو كا اكسبونونسييل دو بي fois i
وهنا كيكونوا لي بلون اش كا ال اون فونكسيون مع لي كوردوني ريدويت. يعني كنقولوا لو بلون اش يعني هذا لانديس دو ميلر اللي هو اش فوا الكوردوني اكس بلس يعني اكس دوكا بلس لانديس دو ميلر كا فوا ايغريك دوكا بلس لانديس دو ميلر ال فوا زد ديال داك ليليمون كا. وكنشدو القوس ديالنا. دونك هادي هي لا غولاسيون ديال الفاكتور دو ستركتور. دونك اش كدير ليا هاد لا غولاسيون؟ اول حاجه نعطيو لا ديفينيسيون دو شاك يعني دو شاك يعني شاك بارتي. يعني مثلا هذا شنو هذا الفاكتور دو ستركتور؟ هذا كيتسمى الفاكتور دو ديفيزيون اتوميك. هاد لي اش والكا والال كيتسموا لي زانديس دو ميلر والار والايغري والاكس والايغري والزد كيتسموا لي كوردوني ريدويت. دونك هادشي اللي غنديرو دابا غنجرو هاد الاكس والايغري والزد. دونك هاد الثلاثه ديال لي هاد الثلاثه ديال لي زاليمون كنسميوهم لي كوردوني ريدويت. دونك هادو كيتسموا لي كوردوني ريدويت. دونك الاش والكا والال كيتسموا لي زانديس دو ميلر. هاد الاف صغيره اللي عندنا هنا كنسميوها هادي اللي هنا هادي كتسمى الفاكتور de diffusion atomique اللي عندها واحد لا غولاسيون. كنقولوا ان هذا الفاكتور دو ديفيزيون اتوميك مثلا ديال هاد كا اش كتساوي؟ كتساوي ليا هي زد ديال هذاك ليليمون كا يعني النيميرو اتوميك ديال داك ليليمون كا فوا واحد الكونستانت اللي كنرمزوا ليها جي. دونك هذا عاوتاني راه النيميرو اتوميك كاين في الطابلو بيريوديك. دونك بقى لي هاد الاف اش كا ال اللي هو كيكون الماجيسكول هذا هو اللي كيتسمى الفاكتور دو ستركتور. دونك هذا هو اللي غنشوفو في الكور. دونك حنا عطينا هنا تعريف على كل حاجه شنو كتعني. دونك الاكس والاي والزد هادو كيتسموا لي كوردوني ريدويت. يعني الا كنتي في لي مود غيزو وبغيتي تحسب لي فاكتور دو ستركتور فهاد الاكس والاي والزد عندها علاقه مع لي كوردوني ريدويت ديال المود غيزو. كنتي في لي ستركتور كريستالا بحال ان اس سي ال زد ان اس مثلا سي اس سي ال البيروفسكيت السبينيل الريتول مثلا الغيونيت اكسيتيرا اكسيتيرا. هاد لي ستركتور كلهم عندهم لي كوردوني ريدويت هما اللي كيلصقوا ليا في هاد الاكس والاي والزد. الاش والكا والال هادو كيتسموا لي زانديس دو ميلر. والاف قلنا صغيره يعني اف مينيسكول دوكا هاد كا هذا هو داك ليليمون اللي غتشوفوا مثلا كون كنا خدامين في ان اس سي ال كا غيكون هو ان ا وغيكون هو سي ال. كون كنا خدامين في زد ان اس كا غيكون هو زد ان وهو اس. وهادي هاد اف ماجيسكول هي اللي كنسميوها لي فاكتور دو ستركتور. دونك يعني هاد الفاكتور دو ستركتور هو عباره على واحد لا غولاسيون اللي غنحسبها في لي مود غيزو في لي ستركتور كريستالان في لي زاليمون دو سيميتري يعني في لي زاكس و لي بلون. دونك ومنين غنلقاها ديفيرون كو زيرو غنقول ان راه كتقبل ان دير ليا لا ديفراكسيون دو غايون اكس يعني اللي كيتسموا هادوك لي كونديسيون دو بريزونس. وملي كنلقاها ايغال ا زيرو فهادي كتسمى ما عندهاش ديفراكسيون ديال الغايون اكس. يعني الا جا لشي غايون اكس وضرب في هذاك لو بلون اش كا ال فراه غيكمل الطريق ديالو بهذيك لا كونديسيون. وهادو كيتسموا لي كونديسيون يعني ديكستانكسيون. يعني في لي كونديسيون كاينين جوج كاينين بريزونس اللي عندها علاقه مع لي ديفراكسيون دو غايون اكس وكاينه عندي لي كونديسيون ديكستانكسيون. دونك هادي هي لا غولاسيون ديال لي فاكتور دو ستركتور. دونك دابا غنديروها في لي مود ريزو في لي ستركتور كريستالان باش تعرفوا لابليكاسيون ديال هاد لا غولاسيون كيفاش كنخدم بها وكيفاش عندها العلاقه مع لا ديفراكسيون دي غايون اكس.
Donc, elle est quand le facteur de structure. Donc, le facteur de structure, même ça, je vais le dire, عندنا عاوتاني واحد العلاقه اللي سميتها لانتونسيتي. دونك لانتونسيتي حتى هي كيطلبها مني مثلا في الكور. دونك لانتونسيتي غنزيدو هنايا. دونك لانتونسيتي اللي هي اي اش ك ال اش كتساوي؟ كتساوي ليا اف اش ك ال او كاري. يعني داك الشيء اللي كيكون عندي اللي كيخرج ليا في هاد لا غولاسيون ديال اف اش ك ال كنشد الاي اش ك ال هي الاف اش ك ال وكنرفعها اوكاري وكتعطيني ديك الساعه لانتونسيتي ديال هذاك ديال هذيك لا ستركتور كريستالا في هذيك لا كونديسيون مثلا دو بريزونس ولا في لا كونديسيون ديال ليكستانكسيون. دونك هادشي اللي عندنا في هاد لا غولاسيون ديال فاكتور دو ستركتور. دونك ندوزو دابا نديروها بور لي مود ريزو ونعرفو كيفاش هاد العلاقه ديال اف اش ك ال كنخدموا بها. دونك هنا ندير لي مود ريزو. دونك المود ريزو دونك بور لي مود ريزو مثلا لو مود بي اللي كنسميوه حنايا بريميتيف. دونك اول حاجه باش تبغي تخدم بهاد لي فاكتور دو ستركتور فانت اوبليغاتوار يعني خصك تكون عارف يعني داك لي كوردوني ريدويت ديال هذاك لو مود ريزو ولا ديال لا ستركتور كريستالا ولا ديال لي زاليمون دو سيميتري. عادي يمكن لك تخدم بالاف كار بالاف اش كا ال مثلا في لو مود بي في لي كوردوني ريدويت ديالو عنده هو 0 0 0. دونك الا جيت هنا وسولتك وقلت لك عطيني لو فاكتور دو ستركتور ديال هاد لو مود ريزو دونك شنو غدير نتا؟ الاف اش ك ال ايغال دونك هنا ملي كنديرو ديك لا سوم مثلا فهاد لا غولاسيون ملي كنحطو لا سوم فهاد لا سوم الا كانوا عندي بزاف ديال لي كوردوني ريدويت بوغ هاد لو كا هذا ديال 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 المود بي شحال عندي من كوردوني ريدويت؟ عندي غير كوردوني ريدويت واحد فاوتوماتيكمون غيكون عندي غير اف صغيره وحده. لا سوم كنديرها الا كانوا عندي جوج ديال لي كوردوني 3 4 اكسترا اكسترا. دونك هنا عندي غير كوردوني واحد دونك غيكون هو اف دو كا اكسبونونسييل دو بي فوا اي والداخل عندي اش مضروبه في الكوردوني ريدويت اللي هو اكس اللي عندي هنا كي هو الزيرو. دونك اش فوا زيرو بلس ك فوا ايغريك اللي هو حتى هو زيرو بلس ال فوا زيرو وهادشي كامل غيولي بين قوسين. شنو غيعطيني هادشي؟ دونك غيعطيني هو اف دو ك زيد هو اكسبونونسييل زيرو واكسبونونسييل زيرو كلشي كيعرفو ايكال ا دونك يعني هادشي غيولي كيساوي اف دو ك. دونك شنو غنقول؟ هاد لي بلون اش ك ال اللي عندي هنايا ديال هاد الاف ماجيسكول وهاد النتيجة اللي خرجت لي هنايا كيفاش دايرة مع زيرو؟ ديفيرون مع زيرو اوتوماتيكمون هاد لي بلون اش ك ال اللي عندي فهاد لا غولاسيون ديال لو مود بريميتيف خرجت ليا ديفيرون كو زيرو. دونك عندي لا ديفراكسيون ديال لي غايون اكس دونك فين بلاصه غيكونوا هاد لا ديفراكسيون ديال لي غايون اكس فين كونديسيون ديال هادوك لي اش ك ال اوتوماتيكمون عندي هنا لي اش ك ال ديفيرون كو زيرو. دونك لي اش ك ال غنكتب قدامها با دو كونديسيون. ملي كنكتب هاد با دو كونديسيون شنو كنعني بها؟ يعني هاد لي اش ك ال ما عندهم حتى كونديسيون في هاد لو مود بريميتيف. ملي كنقول ما عندها حتى كونديسيون في لو مود بريميتيف باغ اكزومبل دونك حنا كنعرفو ان لي بلون اش ك ال كيكونوا غاديين بتسلسل بحال هاد الشكل هذا. لو بلون الاولاني كيكون سميتو 1 0 0. لو بلون الثاني شنو سميتو؟ 1 1 0. لو بلون الثالث 1 1 1 ينفوك يعمر لي هادو كامل بالواحد. لو بلون الرابع غيكون هو 2 0 0. لو بلون لي تابعو 2 1 0 وانت غادي بالتسلسل وكتقاد في لي بلون. دونك لو بغيتي تكمل عاوتاني لو بلون لي تابع شنو غيكون؟ 2 1 1. دونك انت غادي كترتب في هادوك لي اش كا ال.
ملي كنقول ان لي اش كي ال في لو مود بي ما عندهم تا كونديسيون، يعني با دو كونديسيون، اش كنعني؟ كنعني ان لو غايون اكس فاش غيتم جاي عندي غيضرب ليا في لو بلون 1 0 0 وغيدير لا ديفراكسيون، غيجي تاني غيدير لا ديفراكسيون، تالت ديفراكسيون 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 ديفراكسيون. يعني تو لي بلون اش كي ال اللي كاينين في لو مود بريميتيف كيقبلوا ليا لا ديفراكسيون دي غايون اكس. علاش كيقبلوا هاد لا ديفراكسيون دي غايون اكس؟ علاش؟ حيت لو اف اش كي ال خرج ليا كيفاش داير ديفيرون مع من؟ مع زيرو. ملي كنقول خرج ليا ديفيرون مع زيرو، دونك دون لو مود بي لي اش كي ال سون ودير دو بوان وترتبهم كاملين، هما واحد زيرو زيرو، هاد هو البلون الاولاني، واحد واحد زيرو، واحد واحد واحد، جوج زيرو زيرو، جوج واحد زيرو، جوج واحد واحد، اكسيتيرا اكسيتيرا. يعني هادو كلهم لي بلون اش كي ال ديال من ديال هاد لو مود بي بريميتيف. الا قال لك كيفاش ديمونطريتي عليها، فراه انت كديمونطري عليها ابارتير من لا غولاسيون ديال الاف اش كي ال. دونك هادي من ناحيه، دونك شفنا هادشي في لو مود بي، كذلك غنشوفو في لو مود اي، وغنشوفو هادشي عاوتاني في لو مود اف. دونك هادي باج 2، هاي حيدنا علينا. دونك دون لو مود اف اولا لو مود اي بعدا هو الاولاني، دون لو مود يعني اي، هاد لو مود اي هو اللي كنسميوه حنايا سونطري. دونك في لو مود اي حنا كنعرفو لي كوردوني غيدويت ديال لو مود اي شنو هما؟ هما زيرو 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 زيد، وعندي ان دومي سولون اكس، ان دومي سولون ايكغيك، ان دومي سولون زيد. دونك عندي هنا شحال من كوردوني بارابور داك الاولاني اللي خدمت به اللي هو لو مود بي. هذاك خرج ليا كوردوني واحد اللي هو زيرو زيرو زيرو، ولكن في لو مود اي اللي هو مود سونتري خرجوا لي دو كوردوني. هادشي خصكم تكونوا عارفينه، علاش؟ حيت شفناه في لي فيديو قبل، يعني لي فيديو اللي من قبل اللي هضرنا عليه مود غيزو ولي سيستم كريستالا. فانتوما دابا وليتو عارفين ان لو مود اي راه هو زيرو 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 ان دومي ان دومي ان دومي. يعني ما خصكش تنساها وخصك تبقى عاقل على هادشي. علاش؟ حيت هادشي هو لي نوسيون دو باز ديال هاد الموديول. يعني الا ما كنتيش عارف نتايا ان لو مود اي عنده علاقه اللي عنده زعما هاد لي كوردوني غيدويت هادو، فراه انت مازال خاصك بزاف باش تعلم. دونك خاصك هادو تكون انت كتميتريزيهم مزيان، حيت هادو غير يعني بحال شي ساروت، يعني بحال عندك غير شي ساروت اللي غتفتح به واحد الباب وانت ما عارفش، يعني مازال بزاف ديال الحوايج غتشوف. دونك هنا في لو مود اي غنحطو دابا الاف اش كي ال. دونك الاف اش كي ال اش كتساوي دابا؟ دونك دابا عندي جوج ديال لي كوردوني، يعني غيكونوا عندي جوج ديال الحوايج. دونك كتقول اف دوكا اكسبونونسييل دو بي فوا اي. دونك كتبدا بعدا في الاولاني، يعني في الكوردوني الاولاني اللي هو اش فوا زيرو بلوس ك فوا زيرو بلوس ال فوا زيرو، وتسد القوس ودير بلوس حيت انت عندك العلاقه فيها لا سون. دونك بلوس اف دوكا عاوتاني اكسبونونسييل دو بي فوا اي، وتفتح القوس ودير اش فوا ان دومي هي اش سير دو، بلوس ك فوا ان دومي هي ك سير دو، بلوس ال فوا ان دومي هي ال سير دو. وتخرج لك هاد لا غولاسيون. من بعد شنو غدير؟ غدير ايكال اف دو ك عامل دونك اكسبونونسيال ديال زيرو هو واحد، بلوس اكسبونونسيال ديال دو بي فوا اي، وعندك هنا اش بلوس ك بلوس ال، وعندك هنا مقام واحد يعني هو اش بلوس ك بلوس ال سور دو، مع الدو اللي عندي هنايا غادي تختزلوا مع بعضياتهم، شنو يبقى عندي؟ اش بلوس ك بلوس ال فوا بي اي، يعني يولي هو اكسبونونسييل بي اي اش بلوس ك بلوس ال، وتسد القوس. من بعد غتسد القوس الكبير وتخرج لك هاد لا غولاسيون هادي. من بعد حنا كنعرفوا هادشي ديال الاعداد العقديه، اكسبونسييل ديال بي اي يعني فوا اش بلس كا بلس ال راه هو، دونك هنا شنو غنقول؟ ايغال اف دو كا واحد بلس، وهنا شنو غنقولوا؟ موان زان ا لا بويسونس اش بلس
plus k plus l. On va dans cette القوس علاش حيت الاكسبونسييل دونك نديروها هنايا اكسبونسييل ديال بي اي على بوسونس اكس يعني فوا اكس راه هو موانز 1 على بوسونس اكس دونك هادي راه عند هادي سي ريلاسيون يعني ماتيماتيك دونك نوتي بيان. Donc, je vais vous parler de la relation finale. Donc, je vais vous parler de la relation finale. Je vais vous parler de f de k fois 1 plus moins 1 à la puissance h plus k plus l. Je vais vous la nature de h plus k plus l. Je vais vous parler de la possibilité. Je vais vous parler de la possibilité. Je vais vous parler de si. Donc, il y a un endi. Je vais vous parler de h plus k plus l égale 2n. Yani 2n est un pair, yani عدد زوجي. On va dire عاوتاني soit h plus k plus l égale à 2n plus 1. Yani عدد فردي. Il y a des جوج ديال لي possibilité هنايا. Donc il est comme qui يساوي ليا 2n, شنو غيكون عندي هنايا؟ شنو غيكون هاد موانز 1 à la puissance 2 يعني à la puissance 2n. Donc il a qu'un à la puissance 2n, يعني عدد زوجي هنايا يكون هذا égal à 1. Ou 1 plus 1 هي 2. Ou 2 fois fh f de k هي 2 f f de k. يعني هنا غيكون عندي ال fh kl اش كيساوي ال f de k 1 plus 1 هو جوج f de k. يعني كيفاش داير différent que 0. يعني كيقبل ليا لا ديفراكسيون دي غايون x. وشكون هما اللي كيقبلوا هاد لا ديفراكسيون دي غايون x؟ هما هاد لي بلون هاد اللي عندهم ال h و plus k plus l égal à 2n. ندوزو دابا للكونديسيون الثانية. إلا كان عندي ال h plus k plus l égal à 2n plus 1 فهنا عندي f h k l اش كتساوي f دو k 1 موانز 1. إلا كان موانز 1 على بويسونس واحد العدد اللي هو يعني امبير فراه يخرج ليا موانز 1 اوتوماتيكمون. شنو غيولي هادشي؟ طون فيغا 0. دونك هنا غيولي 0. دونك هنا با دو ديفراكسيون دي غايون اكس. دونك يعني لي بلون اللي عندهم هاد h بلس k بلس l ما كيديروش لا ديفراكسيون دو غايون اكس. يعني كيجي الغايون اكس وكيضرب فيهم ولكن كيكمل الطريق ديالو ما كيضربش وعاود يدير ديفراكسيون. دونك هنا فهمنا ان فلو مود سونتري خاص ضروري يكون عنده لي اش كا ال ديالو هاد الكونديسيون هادي اللي هي ال اش بلس كا بلس ال كتساوي شنو؟ كتساوي 2n. ضروري الا ما كانش عندي هادشي في لو مود اي راه ما يتعتبرش هذاك ستان مود اي. خاص ضروري يكون عنده لي اش كا ال اللي جمعتيهم يخرجوا ليا كيساويو عدد زوجي اللي هو بير. دونك هذا عاوتاني مثال كان عندي فلو مود اي. دونك شفتوا دابا كيفاش كنخدموا بهاد لا ريلاسيون ديال اف اش كا ال اللي كتسمى الفاكتور دو ستركتور وكيفاش كنديمونطريو على لي بلون اش كا ال ديال لي مود غيزو. مثلا فلو مود اي قلنا ضروري خص يكون عنده الاش بلس كا بلس ال كيساوي 2n. فلو مود بي لقينا العلاقه من ديبار عطاتني كتساوي يعني ديفيرون كو زيرو. دونك قلنا ان لو مود اي في اش كا فلو مود لو مود بي في اش كا ال ديالو ما عندهم حتى كونديسيون يعني كلهم غيكونوا كلهم كيديروا لا ديفراكسيون دي غايون اكس. دونك دابا غتسولني ودونك شنو هما لي بلون ديال هاد لو مود سونتري. دونك لي بلون ديال هاد لو مود سونتري مثلا قبيله استشفنا واحد لي بلون ياك قلنا لي بلون كيبداو بحال هكذا 1 0 0 1 1 0 1 1 1 2 0 0 2 1 0 2 1 1 وانت غادي هابط ياك. دونك الا قلنا لو مود اي شنو هما لي يعني لي بلون اللي غيكونوا تابعين لهذا المود. دونك لي بلون اللي غيكونوا تابعين لهذا المود هما هادو. مثلا نشوف هذا الا جمعتي هذا شحال يعطيني 2n بلس 1. دونك هذا ما غيكونش داخل في المود اي. الثاني الا جمعتي غيعطيك 2n. دونك هذا هو البلون الاولاني ديال المود اي يعني هو 1 1 0 زيدوا هنا حنا كتبناه ياك. البلون الثالث هذا ما داخلش حتى هو في المود اي. علاش؟ حيت الا جمعتي غيعطيني 2n بلس 1 حنا ما عندنا ما نديرو ب 2n بلس 1 حيت خرجت لي با دو ديفراكسيون. حنا اللي كيهمنا هو اللي كيدير الديفراكسيون. دونك
هذا ما كاينش، دونك هذا حتى هو غيكون داخل. دونك لو بلون الثاني هو 2 0 0 حيت اللي جمعتي حتى هو يعطيني دوزين. هذا حتى هو ما داخلش، هذا حتى هو داخل، دونك يعني هو 2 1 1. وانت غادي هابط كتجبد في لي بلون اش كاي، دونك يعني هادو هما اللي داخلين. اما هذا لا، دونك فاهمين. دونك هادي بالنسبه للمودي. دونك دابا ندوزو للمود اف. دونك لو مود اف كتعرفوا ان لو مود اف هو اللي كنسميوه فاس سونتري، كنقولوا فاس سونتري. دونك فاس سونتري كاملين كنعرفوا دابا عاوتاني ان لو مود اف هو 0 0 0، ان دومي ان دومي 0، ان دومي 0 ان دومي، شنو اخر؟ اند دونك 0 ان دومي ان دومي. دونك هادو كاملين هما لي كوردوني ريدويت ديال هاد لو مود اللي هو اف. دونك اجي نبداو دابا لا غولاسيون. دونك لا غولاسيون ديال اف اش كاي اللي هي لي فاكتور دو ستركتور ديال هاد لو مود اي لو مود اف. دونك شنو غتكون كتساوي؟ هي اف دو ك، وبالنسبه للكوردوني الاولاني غيكون اكسبونونسييل دو بي فوا اي و h فوا 0 و k فوا 0 و l فوا 0، يعني هي الداخلة تكون 0 بلوس f دو k. نمشيو للكوردوني الثاني اكسبونسييل دو بي فوا اي، وهنا شنو يكون؟ h فوا 1 دومي بلوس k فوا 1 دومي هي h بلوس k سور 2، و l فوا 0 هي 0. دونك كتبقى هي هاد العلاقة اللي خرجت لي انا، بلوس f دو k اكسبونسييل 2 بي فوا اي، وهنا h سير 2 و k سير 2، يعني هي h بلس l سير 2، دونك h و l سير 2. دونك اخر وحده هي f دو k اكسبونسييل 2 بي فوا اي، وهنا شنو عندي؟ ال k بلس l سير 2. دونك هادشي اللي خرج ليا. دونك دابا نعمل ب f دو k والداخل غيولي عندي اكسبونسييل 0 فوا 1 بلس جوج مع جوج مشات، غتبقى هنا اكسبونسييل بي فوا اي، وهنا عندي اش بلس كا بلس اكسبونسييل بي فوا اي، وهنا عندي اش بلس ال بلس اكسبونسييل بي فوا اي، وهنا عندي كا بلس ال. دونك هاد الجوج اللي كاين هنا كطير مع الجوج، ياك كلشي هنا راه تبان ليك. ونسد القوس وتبقى عندي هادي النتيجه اللي خرجات. وعاوتاني باش نكمل شي ايطاب اخرى ونعمر هاد الكا هاد البلاصه هادي، خصني نعرف دابا لا ناتور ديال هاد الاش والكا واش والال والكا والال، يعني خصني نعرف كيفاش دايرين. دونك باش نعرف كيفاش دايرين شنو غندير؟ دو كونديسيون، هنا نلعب بجوج ديال الحالات. اذا كان هاد الاش بلس كا ايغال ا دوزين، والاش بلس ال ايغال ا دوزين، والكا بلس ال ايغال ا دوزين، شنو غيكون عندي؟ دونك هنا غتلعب على سي اش كا ال دو ميم باريتي، يعني نقول لا قلنا اش كا ال عندها ميم باريتي، ملي كنقول ميم باريتي اش كنعني بها؟ يعني هي ان مثلا اكزومبل، دونك اكزامبل هنايا ديال ميم باريتي بحال 1 1 1، اولا بحال 2 0 0، اولا بحال 2 2 2، فهمتي؟ هادو كلهم كيتسموا ميم باريتي، يعني اما كلهم لداخل اعداد زوجيه ولا كلهم لداخل اعداد فرديه، يعني في الاش والكا والال. الا كان عندي هاد الحاله اش كتلاحظ؟ ان الاش بلس كا كيكون كيساوي دوزين في الحالة ديال الأعداد الفردية، 1 + 1 كيفاش دايرة؟ دوزين، وفي الحالة ديال الأعداد الزوجية 2 + 0 دوزين،
جوج زائد جوج دوزان، يعني كيكون هذا الاش والكا ايغال دوزان، وكيكون حتى الاش بلس ال حتى هو كيساوي دوزان، يعني في الحاله ديال ميم باريتي. مثلا كيفاش نشوف هنايا في هذا ليكزومبل، واحد زائد واحد دوزان، زيرو زائد زيرو جوج زائد زيرو دوزان، جوج زائد جوج دوزان، وكيكون حتى الكا بلس ال حتى هو كيساوي دوزان. مثلا في هذا ليكزومبل، في هذا ليكزومبل، في هذا ليكزومبل، يعني كيكونوا كاملين هذو كيساويو دوزان اوتوماتيكمون. شنو غيكون كيساوي دابا الاف اش كا ال؟ الاف اش كا ال في هذه الحاله كيكون كيساوي ليا، دونك نديرو بشي لخر باش هذا غيكون عندي الاف اش كا ال كيساوي هو الاف دوكا، وهنا كتكون عندي واحد بلس واحد بلس واحد بلس واحد، يعني هادشي كامل غيولي كيساوي الاف اش كا ال هو 4 اف دوكا، حيت هادو كاملين كنعرفوهم. هادي اللي كانت بحال هكا هي موان زان على بويسونس اش بلس كا، وهادي حتى هي موان زان على بويسونس اش بلس ال، وهادي اللي هنا حتى هي موان زان على بويسونس الكا بلس ال. دونك يعني داكشي اش قلنا هنا، الا كان هادشي كله عدد زوجية دونك هو واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد، علاش؟ حيت الاس الزوجي كلشي هاد لي موان غيوليو بلوس. دونك في الحالة الثانية، دونك هادي قلنا ميم باريتي، دونك اوتوماتيكمون في الحالة الثانية غتكون دو باريتي ميكس، يعني اش والكا والال دو باريتي ميكس. دونك إذا كانت عندها الباريتي ميكس، دونك في ليكزومبل مثلا عطيني شي ايكزومبل، مثلا هو واحد مثلا زيرو زيرو، ها هي عدد زوجية اللي هي زيرو زيرو مع واحد، أولا مثلا جوج واحد واحد، دونك هادو كيتسمو باريتي ميكس، يعني عدد زوجية مع عدد فردية. باغ اكزومبل شنو غيخرج ليا هنايا؟ دونك كيكون مثلا الاش بلس ال، الاش بلس ال شي هنا اي اش بلس ال، مثلا في هذا ليكزومبل هذا غيكون اش بلس ال كيساوي مثلا في هذه الحاله 2n بلس 1، والاش بلس ك يعني دونك اش بلس ك 2n بلس 1، والاش بلس ك بلس ال تساوي 2n بلس 1، دونك اش بلس ك والاش بلس ال جوج 2n بلس 1 زيد، والك بلس ال شحال كتساوي؟ يعني 0 زائد 0 كتساوي 0، دونك 2n. في الحالة الثانية 2 زائد 1 2n بلس 1، 2 زائد 1 حتى هي 2n بلس 1، 1 زائد 1 2n، يعني اوتوماتيكمون شنو كيكون؟ كيكونوا يعني جوج ديال لي زانديس مع بعضياتهم كيساويو ليا 2n بلس 1، واحد لانديس كيكون كيساوي 2n، ولكن ماشي بالضرورة هاد الثالث هذا. باغ اكزومبل شي مثال آخر، مثلا 2 2 2 2 1، يعني جوج جوج واحد جوج جوج واحد غيكون هنا العكس، الاش بلس ك اللي كيساوي 2n، والاش بلس ال 2n بلس 1، والك بلس ال 2n بلس 1، يعني كنقولوا هاد الكونديسيون ولا يقدر يكون الاش بلس ك كيساوي 2n، ولا يقدر يكون الك بلس ال كيساوي 2n، ولا يقدر يكون هادشي، هادو كلهم حالات كيتزادوا، ولا ال اش بلس ال حتى هي كتساوي 2n، يعني تقدر تكون هذه اللي تزادت هنا، تقدر تكون مره في هذه، تقدر تكون مره تخرج لك هذه، تقدر تكون مره تخرج لك هذه الحاله الاولانيه، يعني كل مره على حساب الكونديسيون. حنا حطينا ليكزامبل وفهمنا من هنا. دونك الا كانت هذه القضيه هذه فاوتوماتيكمون جوج ديال 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 لي بلون غيكونوا موان زان موان زان، يعني في الاف اش كي اش غتكون الاف اش كي ال كتساوي هي الاف دو كا بلس، يعني فوا الواحد اللي هو ديما حنا كاين، وقلنا جوج ديال هادو غيكونوا موان زان موان زان، يعني هي موان دو، وواحد غيكون بلس ان، يعني كيف ما بغى يكون البلون ضروري واحد كيشيط ليا هنا دوزان، يعني غيعطيني بلس ان، يعني هي 1 بلس 1 موان 2 اوتوماتيكمون غتمشي طون فيغ 0، يعني با دو ديفراكسيون دي غايون اكس، يعني هنا عاوتاني في هذه الحاله ديال باريتي ميكس با دو ديفراكسيون دي غايون اكس، يعني في لي مود يعني في المود غيزو اف كنقولوا خصو يكون عنده لي اش والكا والال خصهم يكونوا دو ميم باريتي.
de même parité. Darori, même parité. Donc, Hadi, Benzibal, FHKL. Pour le mode réseau, F. Donc, dirouahad le résumé. Allez, Hadi, tlèche Hadi, les modes. Ou chnahia, kou la mode, ou le condition d'yel. Donc, hena, debuff, sintage li adna, Allah, hadou anna, andi tlèche d'yel halat. Kénaqchou li chno, li H, K, L. Donc, il y a les HKL. Donc, les HKL. Donc, à cette échelle, ce qui est droit, les HKL. Donc, je fais pour le mode réseau P. Pour le mode réseau I, pour le mode réseau F. Donc, je vais vous les modes réseau 3. Je vais vous donner les modes réseau 3. Je vais vous donner donc, je vais vous donner le mode réseau P. Je vais vous donner le mode réseau P. Je vais vous donner le mode réseau A. Pour le mode réseau I, Z ديالو شحال كتساوي 2 في لو مود غيزو اف Z ديالو شحال كتساوي 4 في لو مود بي بي خصو يكون عنده 0 0 0 في لي كوردوني ريدويت بور لو مود اي 0 0 0 و 1 دومي 1 دومي 1 دومي بور لو مود اف هو 0 0 0 1 دومي 1 دومي 0 زيد وعدي 1 دومي 0 1 دومي و عندي 0 1 دومي 1 دومي دونك هادو بالنسبه لي كوردوني ريدويت زيد شنو كاين عاوتاني دابا اللي استنتجنا فهاد الحصه هادي فهاد الحصه عرفنا ان كل مود عنده لي اش كي ال ديالو بور لو مود غازو بي شفنا ان لي اش كي ال ديال هاد لو مود بي با دو كونديسيون شكون اللي بينهم ليا هاد الدرس اللي سميتو لي فاكتور دو ستركتور Pour le mode réseau I, je fais un HKL de Holux, d'arori con H plus K plus L qui se lié de Zn. Qui se lié à la diffraction du rayon X. Pour le mode réseau F, je fais d'arori con H, K, L et je fais de même parité. Donc, je fais un lié à la diffraction du rayon X. دونك هنا سنتجنا هادشي هذا دونك حيت هادشي كله هو اللي عطاني الدي ار اكس دونك الدي ار اكس هي اللي دايره على الفيلم هي شي اللي كندير بها الاناليز ديال لي شونتيون دونك ديفراكسيون دي غايون اكس دونك خصني نعقل على هادشي علاش حيت من بعد فاش غنمشي في التمارين ديال اللي كاينين في ليكزام ولا اللي عندي في الدي دي فراه من بعد راه ملي انفو كتعرف لو مود غيزو خصك تكون عارف عليه لي اش كي ال ديالو يعني كل مود غيزو بلي اش كي ال ديالو ودونك الى عرفتي لي اش كي ال ديالو يعني كتنطلق من هاد لي كونديسيون بور لو مود بي راه با دو كونديسيون بور لو مود اي راه عندو الاش بلس كا بلس ال ايغال ا دوزين بور لو مود اف راه عندو الاش بلس كا بلس ال دو ميم باريتي دابا هادي شفناها بور لي مود غيزو يعني البي والاي والاف دونك دابا غنشوفو عاوتاني بالنسبه لي ستراكشر كريستالا يعني باش تعرفوا عاوتاني كيفاش كنخدم انايا هاد الفاكتور دو ستركتور في لي ستركتور كريستال دونك الا فهمتي هاد الكور مزيان راه بامكانك انك راسك تخرج شي تمارين على لي فاكتور دو ستركتور حيت التمارين تما بحال الكور يعني الا فهمتيهم ميتريزيتي هاد الكور مزيان فراسك تقدر تخرج دي دي دونك هنا ندوزو دابا نديرو لي فاكتور دو دي ستركتور بوغ لي ستركتور كريستال بحالاش بحال ان اس تي ال بحال زاد ان اس اكسيتيرا اكسيتيرا دونك نبداو دابا بلي ستراكشر اللي كنا شفنا في الحصص اللي فاتوا دونك في الحصه اللي فاتت كنا شفنا واحد لي ستراكشر دو تيب ا بي اللي هي سي اس سي ال و ان اس سي ال و زد ان اس بلاند دونك نبداو بوغ لا ستراكشر سي اس سي ال دونك عاوتاني هاد سي اس سي ال كلكم خصكم تكونوا عارفين
كيفاش عندها لا ريبريزونطاسيون اون 3 دي، يعني خصكم تكونوا عارفين لي كوردوني ريدويت ديال هاد لا ستراكشور سي اس سي ال. علاش؟ حيت دابا وليتو عارفين الكور، يعني ضروري خصكم تكونوا عارفين لا ريبريزونطاسيون ديال هاد لا ستراكشور سي اس سي ال. ملي كنقول لا ريبريزونطاسيون يعني لي كوردوني ريدويت، ملي كنقول لي كوردوني ريدويت يعني الكاتيون اللي هو سي اس بلس، خصكم تكونوا عارفين ان عنده هاد الكوردوني هذا اللي هو ان دومي ان دومي ان دومي، واللانيون اللي هو سي ال موان خصكم تكونوا عارفين انه كينتمي يعني لواحد البوزيسيون اللي كاينه في لوريجين اللي هي 0 0 0. اوتوماتيكمون كنتي عارف هاد جوج الحوايج بامكانك انك تجبد لا لا يعني لا فالور ديال اف اش كي ال، يعني ديال هاد لا بارتي هادي. دونك لا فالور ديال اف اش كي ال غدرا سنتيا، دونك تقول ان اف اش كي ال ديال من ديال هاد لا ستراكشور سي اس سي ال اش كتساوي؟ كتساوي ليا هي اف، دونك حيت عندي هنا جوج ديال لي زاليمون مختلفين، يعني غنقول اف ديال سي ال موان اف ديال سي ال موان، ونضربها في الكوردوني اللي هو 0 0 0، يعني هي اكسبونسييل دو 0. دونك اكسبونسييل دو 0 يعني لو بغيتي ديمونطري عليها اكثر هي اكسبونسييل دو بي فوا اي، وهنا عندي اش فوا 0 وك فوا 0 هذا و ال فوا 0 هي 0 بلس هذه راه اف مينيسكول. دونك اف مينيسكول دو سي اس، دونك هذه donc de CL de CL et l'autre donc c'est de CS plus donc exponentielle de pi fois i h plus k plus l sur 2, ici h sur 2 k sur 2 l sur 2. Donc le patch nous l'a dit le f d'l CL moins exponentielle 0 y est 1 plus le f de CS plus exponentielle, donc je prends ici exponentielle pi fois i h plus k plus l. Quand tu fais ça, donc je n'aurai toujours que de servir, je vais lire donc f de cl, f de cl, donc je vais lire f de cl moins plus f de cs plus, ou là je n'aurai dire moins 1 à la puissance h plus k plus l. ودابا باش نكمل عاوتاني ليطاب الثانيه، ليطاب الثانيه خصني نكون عارف هاد اش بلس ك بلس ال فهاد لا ستركتور سي اس سي ال شنو كيساوي. واش يقدر يساوي ليا دوزين ولا يساوي ليا دوزين بلس ا؟ الا ساوي ليا دوزين نشوف شنو غيخرج ليا، والا ساوي ليا دوزين بلس ا نشوف عاوتاني شنو غيخرج ليا. دونك ملي كنقول شنو غيخرج يعني هي لا ديفراكسيون دو غايون اكس، واش غتكون بوسيبل ولا غتكون امبوسيبل. دونك هنا عاوتاني نحط دو كونديسيون، غندير الكونديسيون الاولانية اللي هي ال h بلس k بلس l ايغال ا دوزين، والكونديسيون الثانية اللي هي ال h بلس k بلس l ايغال ا دوزين بلس 1. الا كان كيساوي دوزين شنو غيكون كيساوي لي هاد f h k l ديال c s c l؟ شنو غيكون لي كيساوي؟ هو ال f دو c l موان بلس، وهذا غيولي هو بلس 1، يعني بلس اف دو سي اس بلس، غيولي يعني غيولي لا صوم ياك، ها هي لا صوم. وإلا كان كيساوي دوزين بلس 1 شنو غيولي كيساوي هاد اف اش كي ال ديال هاد لا ستركتور سي اس سي ال؟ هو اش هو الاف دو سي ال موان موان اف دو سي اس بلس. يعني الفرق فين كاين هنايا؟ في هاد بلس وفي هاد الموان، يعني الا كان دوزين فراه كيكون لا صوم، والا كان دوزين بلس 1 فراه كيكون الفرق يعني الموان. يعني هنا غيكون اوتوماتيكمون شكون اللي غيكون عنده اكبر قيمه ديال اف اش كي ال؟ شكون اللي غيكون كبير؟ دونك هذا كيفاش غتكون اف اش كي ال ديالو؟ دونك بوغ هاد سي اس سي ال، دونك غتخرج ليا الاف اش كي ال، وهنا حتى هنا تخرج لي اف اش كي ال، وغندير كومباريزون بيناتهم. اوتوماتيكمون اللي غتكون كبيره هي اللي عندها لا صوم. دونك وهنا كنقول في لا فالور دو اف اش كي ال اللي غتكون كبيره بوغ لي دو كونديسيون،
فراه هي اللي غتكون كتحقق ليا لي كونديسيون دو بريزونس، وهي اللي غتكون فيها لا ديفراكسيون دي غايون اكس. يعني السي اس سي ال لي بلون اللي عندهم لا سوم دو اش بلس كا بلس ال هما اللي فيهم لا ديفراكسيون دي غايون اكس، يعني بواحد النسبه كبيره بارابور لي بلون اللي عندهم اش بلس كا بلس ال ايغال ا دوزين بلس ان. دونك وباقيين عاوتاني بزاف ديال لي زيكزامبل اللي غنشوفوهم في التمارين ديال هاد الدرس اللي سميتو لي فاكتور دو سيكسيون. دونك كذلك الا جبتي مثلا هاد هاد لي فالور دو اف اش كي ال هنايا، هاد اف اش كي ال ديال بوغ هاد الكونديسيون بوغ هاد الكونديسيون، وجا هو في لا كيسيون 2 وقال لك عطيني لانتونسيتي اي اش كي ال. دونك هنا ساهل عاوتاني باش جبد لانتونسيتي، يعني سولون هاد ليكسبريسيون اللي خرجت لي هنايا. دونك لانتونسيتي donc l'intensité de point donc l'intensité IHKL pour la condition l'oulania li عندها h plus k plus l égale à 2n شنو غتكون كتساوي هنا شنو خرجت لي لا سوم دونك هي هاد f de cl moins plus f de cs plus à la puissance 2 حيت هي الاف اش كي ال على بويسونس 2. وحنا اش كنعرفوا على هاد اف اش كي ال صغيره واف وهاد اف اش كي ال صغيره عاوتاني ديال هاد لي دو كومبوزي مثلا سي اس بلس و سي ال موان راه عندها علاقه بالنيميرو اتوميك بواحد كونستانت سميتها جي اللي درناها في الاول ديال الكور. يعني حيت في الكور راه في الاول شرحنا كل حاجه شنو 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 كتعني. دونك ها هي قلنا ان هاد الاف صغيره اللي هي اف دو كا راه هي النيميرو اتوميك في جي، وهاد جي راه عباره على واحد الكونستانت كتكون معطيه في الكور ولا يقدر ما يعطيهاش لك، كتحط كلشي اون فونكسيون دو جي. دونك هنا شنو غيولي كيساوي هادشي؟ دونك هو الزاد ديال من ديال السي ال فوا واحد جي بلس زاد ديال سي اس فوا جي الكل على بريسونس 2. لي بغيتي تكمل راه خصو يكون عاطيك لا فالور يعني النيميرو اتوميك ديال السهل والنيميرو اتوميك ديال السي اس، وتجبد ديك الساعه لا فالور وتعمل بالجي وترفع كلشي او كاري، وديك الساعه غتجبد لا فالور ديال هاد الاي اش كي. دونك بالنسبه للكونديسيون الثانيه راه الفرق اللي غيكون هو انه كاين هنا الموا 2 بلس 1 راه شنو لقيناها؟ لقينا ان الاي اش كي ال هي الاف دو سي ال موان موان اف دو سي اس بلس على بيسونس 2. دونك اوتوماتيكمون نفس القضيه هنايا، دونك جي وهنا غتكون موان زاد دو سي اس هو جي على بيسونس 2. ولا بغيتي تكمل لا فالور خاصو يكون عاطيك لا فالور دو زاد ديال داك ليليمون اكس، و جي راه سي اون كونستانت. دونك هنا كتخدم في لي ستراكشر كريستالان بهذه الطريقه هذه، خصك غير هو خصو يكون عندك لي كوردوني ريدويت ديال ستراكشر كريستال. دونك فوالا هادشي اللي كاين في هاد لابارتي ديال لي فاكتور دو ستراكشر. دونك من بعد ان شاء الله غنشوفو عاوتاني لابليكاسيون ديال هاد الدرس هذا في التي دي. دونك كنتمنى يكون كلشي واضح. بون كوراج.